السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأمسية، في هذا اللقاء المتجدد والذي أتشرف دائما بمتابعة الصديقات والأصدقاء. مناسبة الحديث هذا اليوم هو يعني كما تعرفون الذي جرى في الأمس، وأنا كنت في لايف سابق كنت تكلمت أن الهدنة ستكون يوم الخميس، أو التهدئة ستكون يوم الخميس. لم يكن عندي معلومة، كان بناء على يعني تحليل، يعني قليل الواحد عندما يتنبأ في مسار زمني تزبط معه، لكن لا أعرف، يعني ربما رمية من غير رمي زبطت معنا. بداية الرحمة على الشهداء الذين ارتقوا والذين صنعوا المجد لنا جميعا، للفلسطينيين والأردنيين ولأحرار العرب ولأحرار العالم. هؤلاء نقول رحمة الله عليهم، وهي ليلة، يعني كانت ليلة حزينة وكالحة، يعني حالكة السواد عفوا، على المطبعين العرب، الصهاينة العرب من كتاب ومثقفين وسياسيين. هؤلاء سقطوا في الوحل مرة تلو الأخرى، لأنه دائما في التاريخ هناك جانب صحيح واحد، أما أن تكون في الجانب الصحيح من التاريخ أو تكون في الجانب الخاطئ من التاريخ. إذن كانت ليلة حزينة بالنسبة لهم، لأنهم كانوا يخشون صعود حماس السياسي أكثر من خشيتهم على المسجد الأقصى، وأكثر من خشيتهم على المقدسات الإسلامية وعلى فلسطين بشكل عام. يحضرني هذه الليلة مقولة لثعلب السياسة الدولية هنري كيسنجر، عندما كان وزيرا للخارجية مع الرئيس ريتشارد نيكسون في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، وقال للمصريين ما يفيد أنه أنتم مهزومون وتطالبون كما لو كنتم منتصرين. هذه المقولة طبعا لم تكن يعني مقولة من فراغ، وهو يقول لهم بأن العقل الغربي، البنية الذهنية للعقل الغربي وكذلك حتى العقل الصهيوني، وهو جزء من هذه المنظومة،
يعني لا يتعاطف مع المهزوم. فبالتالي استجداء السلام مع الآخر دون أن يكون ذلك يتكئ على قوة وعلى إنجازات في أرض الميدان يكون أشبه بالاستجداء، لا يحترم العقل الغربي ولا يحترم أيضا العقل الإسرائيلي، بمعنى أن كيسنجر يقول العرب، يعني هي غششهم أنه إذا ناويين نتدخل بما يعني يخدم مصالحكم، يعني بينونا أنه أنتم يعني على قدر المسؤولية، اعملوا لكم حرب. السادات فهم ذلك وذهب باتجاه حرب 73، وبالنسبة له كانت حرب تحريك وليست حرب تحرير. وبعدين احنا يعني دبت عنا او طغت في المنطقة العربية تيار يسمى تيار الواقعية، بمعنى ان نستسلم لموازين القوة الى اخره، من كل هذه المقولات التي هي يعني بمجملها تجمل الوضع البشع والبائس واللي قائم على الاستسلام. وفي الصهاينة تعاملوا معنا ومن خلال ما يسمى بسيكولوجيا الدم، طبعا هذا التعبير ابتدعه احد ضباط السي اي اي في وصفه للحديث عن كل الاعمال الارهابيه التي قامت بها الجماعات اليهوديه والصهيونيه قبل النكبه، وايضا التي قام بها جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد ان اعلن عن قيام دوله اسرائيل. فبالتالي هذا المقصود فيه سيكولوجيا الدم، انه تكبيد الطرف الاخر أكبر عدد ممكن من الخسائر، يعني القتل والاقتلاع إلى آخره، لكي يخلق ثقافة الهزيمة أو سيكولوجيا الهزيمة. فبالتالي ينتج عند المواطن الفلسطيني أو المواطن العربي، وأنا هنا أتحدث شوية بعلم النفس، يعني ينتج عنده شعور داخلي بأنه الآخر لا يقهر، يعني يصير في عنده انطباع بأنه الجيش الإسرائيلي لا يقهر، بأنه الآخر متفوق معرفيا، متفوق حضاريا، متفوق أيضا من خلال التزامه ببرامجه وبالأطر التي وضعت، فبالتالي عنده القوة المادية أيضا، إذا هو سينتصر في نهاية الأمر. ويعني يتزامن ذلك أيضا بأنه في بالمجتمع الفلسطيني كان في انقسام فصائلي وعائلي، كان هذا انقساما مريرا ومكلفا بالنسبة للشعب الفلسطيني في ثورة 36 اللي أنهكت هذا المجتمع. فبالتالي عندما اصطدم مع مجتمع اليشوب واللي هو اليهودي في عام 47 48 كان يعني تقريبا منهكا ومن دون قيادة، بسبب يعني سيطرة الفصائلية التي الآن تسيطر على المجتمع الفلسطيني، لأنه أحد الدروس التي سنتحدث عنها هذه الليلة أنه هذا يجب أن ينتهي. إذا أردتم التحرير يعني عليكم أن تتعلموا من التاريخ. يضاف إلى هذا الواقع يقبع واقع عربي آخر غارق في صراع الأنظمة العربية على الكراسي، وهي مرتبطة بولاءات أجنبية. هذه الأنظمة العربية يا أما ما في عندها شرعية بالمعنى الذي نفهمه، يا اما هي عباره عن انظمه جاءت بفعل الانقلابات العسكريه، او انظمه وضعها الاستعمار، يعني وضعها الاستعمار على هذه الشعوب ضمن ترتيبات كولونياليه لهذه المنطقه، فبالتالي هؤلاء الناس لا يمكن ان يتماهوا مع مصالح الشارع في التحرر وفي الاستقلال وفي الكرامه وفي كل شيء. عشان هيك هاي سيكولوجيا الدم ايضا يعني يرافقها ايضا ما يسمى بجلد الذات، يعني دائما ما نحن نجلد الذات، لانه والله احنا والله ما نقدر للجانب الاخر، الجانب الاخر متفوق، احنا شايفين شو في عندنا، كل شيء يتردى، كل شيء الى اخره، صحيح هذا يعني، لكن هو ياخذ شكل جلد الذات، وطبعا هذا لانه مستوى الاراده الفكريه غير موجود عند هذه النخب الحاكمه، ومسلوبه الاراده، مسلوبه الاراده لانها تعرف انه بقائها مرتبط برضا العامل الخارجي عنهم، وهذا يؤسس لحالة الاستسلام أو القرار بعدم المجابهة، مجابهة التحديات ومجابهة الآخر، وهذا يقود بعض الأنظمة وبعض الشخصيات السياسية الوازنة إلى موقف الحياد في سياق الحفاظ على مصالحها. وإحنا شفنا حتى بالمرحلة الأخيرة بعض الكتاب الأردنيين لم يكتب حرفا واحدا، لا سلبا ولا إيجابا، وكأن الذي يجري في أستراليا ولا يجري في كوبا أو في مكان آخر. هذا ثقافة أو يعني سيكولوجيا الدم تنتج في النهاية تيار يسمى التيار البراغماتي الواقعي، وهو يتحدث كثيرا عن موازين القوى، ويتحدث عن كلفة المجابهة، وأنه علينا أنه كما يقال بالمثل البلدي أنه نمد رجلينا على قد الغطاء أو على قد الحاف، مع أنه هذا الكلام طبعا هو لتبرير العجز وتبرير عدم القدرة مجرد التفكير للصمود. مقابل ذلك ظهر عنا
سيكولوجيا المقاومه، يعني في سيكولوجيا الدم وثقافه الهزيمه والاستسلام، في الشعب الفلسطيني طرح سيكولوجيا جديده اسمها سيكولوجيا المقاومه، وهي تنظر الى كل هذه كحاله عابره ومؤقته، انه كل هذا الضعف والشتات وال يعني اللي مر في الشعب الفلسطيني والمنطقه العربيه هي عابره، طبعا هذول استخلصوا الدروس من الماضي ايضا. وسيكولوجيا المقاومه هي تدور حول قيم يعني في مجملها غير ماديه، يعني لا تتحدث عن موازين القوه، تتحدث عن قيم مثل الانفه والشكيمه، الرجوله، يعني عزه النفس، الشموخ، رفض الظلم، التمرد على الواقع المؤلم والسعي الى الانتصار. اهم شيء ان لديهم الرغبه في الانتصار، ان عندهم الاراده الكامله من اجل الانتصار. وطبعا هذا يعني ليس من دون تأصيل نظري، هناك العديد من الفلاسفه والنشطاء الذين كتبوا في هذا المجال، وانا حاب انه انتم اذا عندكم وقت يعني تقرأوا في قادم الايام ثلاثه كتب لمؤلف اسمه فرانس فانون. هذا يعني فرنسي اسود، جاء طبيب سايكاتريست بمعنى طبيب نفسي، جاء مع الاستعمار الفرنسي من اجل قتال الجزائريين، فانضم الى جبهه التحرير الجزائريه وبدأ ينظر نيابه عنهم، كتب كتاب اسمه بشره سوداء وأقنعة بيضاء، وكتب كتاب معذبو الأرض، وكتب أيضا كتاب موت الاستعمار، وهو يقول بأن الاستعمار بطبيعته يجب أن يقاوم بالعنف، لأن الاستعمار نفسه هو حدث أو فعل عنيف، فبالتالي هو يقول بأنه لا يمكن للاستعمار أن يرحل إلا بالمقاومة، يعني ما في استعمار في يوم من الأيام جاء إلى شعب ثم رحل لأنه عنده حسن أخلاق، لا، يذهب الاستعمار أو الاحتلال يزول عندما تكون هناك في مقاومة شرسة، وعندما ترفع الكلفة عليه، وعندما يهزم. فمن دون ذلك يعني لا يمكن الحديث عن زوال الاستعمار ولا زوال الاحتلال، وهذا ربما يوجه رسالة لكل تيار المفاوضات الذي اللي موجود في المنطقة العربية وفي السلطة الفلسطينية على وجه التحديد. وهذا يقودنا أنه في النهاية احنا نسأل سؤال، طيب هم هؤلاء الفلسطينيين يعني أشقائنا غرب النهر لما انتفضوا نصرة للقدس ماذا حققوا؟ يعني طبعا في نحن نقول بأن في 243 شهيد ارتقوا، وهناك مقابلهم 10 جنود أظني أو 10 إسرائيليين قتلوا، فميزان الخسارة لا يكون متماثل، لكن السؤال إذا ماذا حققوا؟ أولا أنا راح أحكي عن 10 نقاط بشكل سريع. أولا توحيد الشارع الفلسطيني من المي للمي، يعني ما عاد في هذه التقسيمات انه كان في هذا من الضفه وهذا من القطاع او هذول العرب الداخل او فلسطينيو اسرائيل او فلسطين الى اخره، الان كلهم وكاننا نعود الى ما قبل حرب 48، كاننا نعود الى اجواء ما قبل النكبه. يعني هذا الان شاهدته على شاشه التلفزه ومن خلال متابعتي لما يجري في الاراضي المحتله نجد بان الشعب الفلسطيني يتكاتف من الماء الى الماء، من البحر الى النهر. طبعا العوده الى أجواء 48 لكن بمعرفة الواقع، يعني يعني في نظرة للخلف، نظرة إلى آخر 70-80 عام من الصراع مع اليهود، ومن أيضا الصراع مع الأنظمة العربية، بالتالي هؤلاء الناس وصلوا إلى نتائج قادتهم إلى الوحدة. الشيء الثاني أن القدس عادت إلى الطاولة، يعني إحنا لما أجى ترامب وبعدين بدأنا نتحدث عن والله معارضة لفظية هنا ومعارضة لفظية هناك، لكن عندما جاء ترامب وقام بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وطبعا هي في مخالفة للقانون الدولي قام بنقلها، ما شفنا الدول العربية اتخذت إجراء، يعني ما شفنا في دولة مثلا استدعت السفير سفرائها من واشنطن احتجاجا على هذه النقطة، وهذا رجح فكرة أنه العرب يقولون ولا يفعلون، العرب هم المقصود في الأنظمة العربية، وأن الأنظمة العربية أيضا لا تولي اهتماما للقضية الفلسطينية، هناك اهتمام رفضي لكن في واقع الحال لها ارتباطات مع الخارج أهم بكثير من القضية الفلسطينية، وكانوا يعني الأمريكان كانوا واضحين في هذا الموضوع بأنه لن يجري الشيء، فعلى بركة الله قاموا بنقل هذه السفارة. وتحدث بعض المثقفين المحسوبين على السلطات في الدول العربية على أنه خلاص والقدس طلعت من المفاوضات أو طلعت من الموضوع، خلينا نحكي عن باقي فلسطين، أهل غزة، أهل الضفة، أهل القدس، والأهل في الفلسطيني الداخل كان لهم رأي آخر، فعاد القدس مرة ثانية لتكون هي جوهر الصراع مع الصهاينة. النقطة الثالثة أنه الفلسطيني كسب معركة الوعي، يعني في مرات سابقة كانت تجري هذه الحروب ما بين حماس وما بين إسرائيل، وكان دائما
يعني هناك تأييد واسع نطاق للمقاومة، ولكن هناك أيضا بعض يعني بعض الشخصيات من سياسيين وإعلاميين كانوا دائما يلقون باللوم على حماس ويقولون ما دجنت حماس، هي التي تسببت بقتل الفلسطينيين إلى آخره. وشفنا إحنا يعني هذا حتى بالمرة الأخيرة كان في هناك نقد يعني خجول لحماس من قبل بعض الأنظمة العربية، لكن الشارع العربي كله باستثناءات بسيطة جدا توحد خلف المقاومة الفلسطينية، لأن الفلسطينيين كسبوا معركة الوعي. الصراع على هذا الملف أيضا كان إنجازا فلسطينيا بامتياز، كما أن الرأي العام الدولي أيضا بدأ يتغير، لأنه في فترة كان، لا أقول كان منقسما، لكنه لم يلقي بالا لما يجري في الأراضي المحتلة، لأنه أهلها مش حاكين، لأنه العرب مش حاكين إلى آخره. الآن مع كل ما جرى شفنا مظاهرات في لندن وفي باريس وفي الأرجنتين وفي البرازيل، وشفنا في الولايات المتحدة الأمريكية في مدن مختلفة، شفنا في ألمانيا إذن، وفي دول أوروبية إذن، وفي ماليزيا. نحن نقول بأن العالم، المجتمع الدولي كله الآن بدأ يدرك بأن هذا العربدة الإسرائيلية يعني يجب أن تأتي إلى نقطة وتنتهي بها. النقطة الأخرى، وهذه في غاية الأهمية ولها علاقة بسيكولوجيا المقاومة، أنه أرعبت الكيان، يعني لأول مرة يشعر الكيان بأنه مهدد من الداخل بالمعنى الحقيقي، وبدأ وكأنه يعمل على ساعة أبو عبيدة وليس على ما يقوله أيضا نتنياهو، لأنه كان في أولا كان في وضوح وكان في صدق بالتنفيذ، وهذا غير مسبوق حقيقة في الصراع مع الإسرائيليين، غير مسبوق. إحنا كنا نسمع دائما أنه في الصراع مع إسرائيل كان دائما هناك في إنجازات مبالغ بها أو متخيلة تقوم بها الإذاعات العربية ومحطات التلفز العربية، الآن لا، نجد في ناطق رسمي يبث أخبارا صحيحة، وغطت الجزيرة. يعني شفت أنت في كثير من الأحيان يكون المراسل الجزيرة موجود في غزة يقول انطلقت الصواريخ، يكون مثلا إلياس كرام على الجهة الآخر يقول سقطت الصواريخ، بمعنى أنه كان الأمر يعني ليس إدعاء وإنما كان ثابتا، وهذا أيضا صوت وصورة كان يرى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي بث الرعب. في أنا بتقديري سيكون لذلك تداعيات داخل السياسة الإسرائيلية في قادم الأيام، لا أستطيع أن أقول متى، لكن حتما ما جرى يطرح أسئلة كثيرة لا يمكن لا لنتنياهو ولا لليمين المتطرف الحاكم أن يجيب عليها. وهذا أيضا يقودنا إلى نقطة لها علاقة بالمجتمع الفلسطيني، بأن المقاومة بالطريقة التي أدارت بها المعركة خلقت خيارا آخرا غير خيار سلطة التنسيق الأمني. ما الآن معاد في سلطة التنسيق الأمني، سقطت. اليوم في القدس طلعوا يهتفوا عباس ويقولوا بأنه يعني كلام لا يريده أن يسمعه، وصفوه بأنه كما يقولون بأنه جاسوس. فهذا الأول مرة يطلع هذه الكميات من الناس أو هذه الأعداد الكبيرة جدا من الناس يدينون إسرائيل، كما يدينون أيضا رئيس السلطة الفلسطينية، لأنه هو الذي ينسق أمنيا مع إسرائيل. وبالتالي الحل فلسطينيا بتقديري أنه يجب أن يتوحد الشارع، الشارع طبعا متوحد، لكن أنا أقصد أنه سياسيا يجب أن يكون لذلك تجليات. فبالتالي ما في مناص من إجراء انتخابات، لأنه عباس يخشى الانتخابات، وبالتالي كان يتذرع بقرار إسرائيل بمنع إجراء انتخابات في القدس، وكان يتمنى أن تستمر إسرائيل في منع إجراءات الانتخابات في القدس، مع أنه كان بالإمكان كما قلت سابقا أن يعلن عن الانتخابات في القدس وخلي الجانب الإسرائيلي يمنع من إقامة الانتخابات، خلي الجانب الإسرائيلي يسرق الصناديق، خليه يطخ الصناديق يا أخي. ثم تقول للمجتمع الدولي نحن شعب واحد نريد أن نجري انتخابات ديمقراطية والاحتلال الإسرائيلي يمنع، ثم تقوم بالتعيين كما كان يقوم الأردن بالتعيين أعضاء من الضفة الغربية في البرلمان عندما كان يتعذر إجراء الانتخابات بسبب الاحتلال، وكان يمكن الحصول على نصر مجاني في العلاقة مع إسرائيل، لكن قدم عباس وجماعته البقاء السياسي الذي كان مرتهنا على العلاقة مع إسرائيل والتنسيق الأمني معها من أن يتماهى مع الشعب الذي قدم كل أشكال التضحيات. فبالتالي أنا بتقديري أن حماس فازت في الانتخابات من دون أن تجري، وكان ذلك واضحا. فبالتالي إذا نظرنا الآن إلى السلطة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، هو ما عنده شرعية قانونية، لأنه علشان تكون رئيس سلطة أنت يجب أن تكون منتخبا، أنت تم انتخابك في عام 2005-2006 لل 2009، لك 12 سنة من دون أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن تكون رئيس انتقالي لكل هذه الفترة، يعني رئيس انتقالي ربما لست أشهر لعام، لكن كل هذه الفترة
وتمنع إجراء الانتخابات، فهذا أيضا يسحب منك الشرعية القانونية التي تستند إليها. مقابل ذلك لا توجد شرعية ثورية لا لفتح ولا للسلطة بسبب التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي. أنا أعتقد أن ما جرى أيضا هو إسقاط كامل للسلطة الفلسطينية التي باتت ضرورة إسرائيلية، لأن إسرائيل بحاجة إلى تنسيق أمني، يعني بحاجة إلى طرف فلسطيني يقول لها أو يعطيها أخبارا وقصصا عن تحركات المجاهدين والمقاومين والنشطاء. هذا هو ما تقوم به السلطة الفلسطينية، ولا يمكن القول بأنها تقوم بأي شيء وطني في هذه الأيام. انتهت إذن هذه الجولة، انتهت بانتصار فلسطيني مدون، والدليل كما تشاهدوه يعني أن الطرف الفلسطيني هو الذي يحتفل بالرغم من الكلفة، بالرغم من أيضا سقوط الضحايا من إصابات ومن يعني في ناس راحوا تم إلقاء القبض عليهم، الآن هم في الأسر أو في السجن إلى آخره. الآن ماذا يعني ذلك كله عربيا وأردنيا؟ مثلا أردنيا كسب الأردنيون كثيرا، هنا أنا أتحدث عن الشارع الأردني، كسب بانضمامه وتماهيه مع الشارع الفلسطيني، عبر عن ذلك بكل يعني كل الوسائل المتاحة وبالطرق السلمية، عبر عن ذلك. والشارع الأردني بدأ موحدا في وقوفه مع الشارع الفلسطيني، لكن أيضا أردنيا بدأ وكأن هناك فجوة كبيرة جدا بين النخب الحاكمة من إعلاميين وسياسيين وأكاديميين حتى، وبين الشارع، يعني الأولويات مختلفة. وبدأنا يعني نسمع إحنا أو بدأنا نقرأ مقالات من وزراء سابقين أو رؤساء حكومات، يعني ظهروا في منظر على التلفزيون، ظهروا على التلفزيون يتحدثون بلغة لا علاقة لها بما يجري. يعني أحيانا أنا أقول يعني كانوا مثيرين للشفقة، يعني pathetic هؤلاء الناس. أحدهم قال يتوسل إلى نتنياهو، عليك أن ترحل لأنه إذا ما رحلت أنت وظليت إيران راح تتوسع، وكأنه مصدر التهديد عنا إيران. يعني أنا لا أعرف إنه هاي السذاجة هي نتيجة بالفعل عدم العجز المعرفي، ولا لتماهي هؤلاء الأشخاص مع أجندات مختلفة. كيف يعني إنه كيف تفترض بأن المشكلة مع إسرائيل في نتنياهو؟ يعني إحنا عمر مشكلتنا مع الإسرائيليين ما كانت في شخص واحد، إحنا عندنا مشكلة مع هذا الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، وهو مستمر. يعني روح نتنياهو يجي، يعني ليش إلى مكان قبل نتنياهو أولمرت كان يعني الأمور ماشية، ما كان في استيطان أيام إيهود براك، ما كان في استيطان أيام رابين، ما كان في استيطان أيام شيمون بيرس أيضا الأربعة ثمانية، ما كان في استيطان بيغن، ما كان في استيطان. يعني كيف يمكن أن تقول بأنه والله أرجوك يعني ترجل، لأنه إذا ظليت إيران راح ما تتوسع إيران يا أخي، يعني شو نعملها إيران تتوسع؟ هاي الدول المرعوبة من إيران تقاوم، عندها أكبر موازنات دفاع في المنطقة في العالم، عندها موازنات دفاع وعندها أسلحة تشمر عن إيديها وتقاوم إذا كانت بالفعل مهددة. لكن هذه أنظمة هي ترهن وجودها برضا الغرب عنها، هذا مسألة ثانية، مسألة لها علاقة بمصالح الأنظمة لا علاقة لها بمصالح الشعوب. فبالتالي عندما يخرج وزير أردني يتحدث، وزير سابق يتحدث بهذه اللغة، هذا يرفع يعني أو يعني يرفع أو يضع علامة استفهام حول النخب السياسية الحاكمة في الأردن أو الرسمية أو المحسوبة على الرسميين، وربما على الملك أن يعيد النظر أيضا بكيفية اختيار من يتحدث. وطلع عنا رئيس وزراء سابق مع احترامي له يتحدث عن يميز ما بين نتنياهو، يقول أن نتنياهو يريد المصلحة المصالح قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل. طبعا في مجموعة من الأردنيين، خليني أحكي لكم، يعني خصوصا اللي لهم علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ويستقبلوا بعض الباحثين إلى آخرين، مقنعينهم الأمريكان بأنه والله في short term long term interest، وهذول مقتنعين فكروا حالهم جايين إشي كثير، يعني إن والله مشكلة نتنياهو إنه في عنده مصالح قصيرة الأجل في البقاء السياسي والإفلات من العقوبة إلى آخره، فبالتالي كل ما يجري هو في هذا السياق. يا أخوي في سياق أعرض له علاقة بالاحتلال، له علاقة بأنه الاحتلال إذا ما زال في دينامية خلف هذا الاحتلال تدفعه إلى التوسع والاستيطان على حساب الأرض، سواء نتنياهو كان عنده مصلحة قصيرة المدى ولا ما عنده مصلحة قصيرة المدى. احنا مشكلتنا ليست مع نتنياهو كشخص، مع انه طبعا في مشكله معه، لكن لو ذهب نتنياهو وجاء اي واحد اخر، التنافس في اسرائيل الان هو بين اليمين واليمين، التنافس بين المتطرفين. احنا لو جينا على تركيبه الكنيست الاسرائيلي وشفنا وين هي، حطوا العرب على جهه،
وين هي الاحزاب اللي يمكن ان توصف بانها يساريه؟ ميرتس له 5 مقاعد والعمل له 4 5 مقاعد، عمليا تحكي عن 10% فقط من الذين يصنعون قرارا في الكنيست، ربما يمكن وصفهم بانهم يسار ومش بالضروره يتماهون مع المتطلبات الفلسطينيه. فبالتالي عندما يظهر رجال الدوله، انا بتقديري هذا يكشف لماذا نحن ايضا خسرنا معركه التفاوض مع اسرائيل، وهي انتجت معاهده ضعيفة فيها الكثير من الغموض، وأكثر من ذلك إسرائيل أيضا لا تحترم هذه المعاهدة أبدا. طيب، إذن في سياق عريض، وهذا يعني السياق العريض علينا أن نفهمه. وأنا طلبت بأكثر من مناسبة كتابة وأيضا بالفيديو أنه يعني شوفوا، لازم أنه الآن يأتي أمر الملك. يعني أنا لو الآن لو أنا وزير تعليم عالي أو وزير تربية وتعليم، أعمل لجنة فوراً وأعمل القضية الفلسطينية مساق الصراع العربي الإسرائيلي. يجب على هذه الأجيال أن تعرف حقيقة إسرائيل، يجب على هذه الأجيال أن تكون محصنة معرفياً. أنا دخلت في نقاش مع ناس مخلصين جامعات يا أخوان، والله لا يعرفون شيئاً عن الصراع العربي الإسرائيلي كما ينبغي، وغير محصنين أيديولوجياً أمام هذا الخطاب الناعم والقوة الناعمة. القوة الناعمة مرة ثانية ليست عند الطرف الأردني وإنما عند الطرف الآخر. في أيضاً قضية مهمة جداً تتعلق بسقوط السردية التي كانت تقول، والتي تبنتها أنظمة عربية قامت بالتطبيع مؤخرا. وهذه السردية تقول التطبيع مع إسرائيل يطمئن إسرائيل، يخلق نوع من التشبيك مع المجتمع المدني في إسرائيل، وبالتالي يشكل ذلك ضغطا على الحكومة الإسرائيلية ثم تستجيب إلى منطق السلام. هذا منطق التطبيع. في أحد السفراء العرب كتب حتى في مقال في يدعوت أحرن وتحدث عن التطبيع، وقديش التطبيع مهم، وقديش إنه هذه الدولة يعني أنقذت الفلسطينيين من مسألة الضم إلى آخره. من كل هذا الكلام، هاي سقطت الآن، هاي المقولة سقطت، لأنه إسرائيل لم تقم وزنا لا لمعاهدة السلام ولا للدول المطبعة ولا للأنظمة المطبعة، ولم تفهم إلا اللغة التي تحدث فيها أبو عبيدة، والتي تحدث فيها ابن الشيخ جراح، والذي تحدث فيها ابن القدس، وفي كل وفي الداخل أيضا. هذه اللغة الوحيدة التي تفهمها العقلية الاحتلال. فالتطبيع بهذا المعنى هو يقوي وجهة نظر يمينية في إسرائيل تقول بأن العرب لا يهتموا بالقضية الفلسطينية. التطبيع مع إسرائيل من قبل هذه الدول الوازنة والغنية والمؤثرة هو بمعنى ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لكي يستمر في هذا المسلسل، وهو مسلسل قضم الأرض وسارقتها. أنا هون يعني ما في شيء ممكن نحكي أو نقدم نصيحة في هذا المجال إلا أنه نفكر بكيفية استثمار هذا الانتصار. وأنا بتقديري، وهي ربما نقطة يعني تحدثت عنها أكثر من مرة، ولكن الآن أود أن أتحدث عنها بشيء من التفصيل. المقاومة الفلسطينية مقدسة، بمعنى أنه لا يمكن للفلسطينيين أن ينالوا حقوقهم إلا إذا استمروا بهذه المقاومة. أنا على وعي تام بالكلف الكبيرة المترتبة على ذلك، أنا على وعي تام بها، ولا نزايد على أحد. لكن إذا في هناك نصيحة يمكن أن تقدمها، هي أولا يجب أن تستمر هذه الانتفاضة. الانتفاضة لها أشكال مختلفة. العمل العسكري هو أحد أشكال المقاومة والنضال، فالنضال مقدس، المقاومة مقدسة، لكن أشكال المقاومة هو يجب أن يتبع لحسابات هم يحددوها. هلا إذا انتهينا من الشق العسكري الآن بالتهدئة وباتفاق وقف إطلاق النار، هذا لا يعني بأن تنتهي المقاومة المدنية، لأن المقاومة المدنية لها أيضا تأثير كبير. إذا في عندنا إحنا هون يعني هناك مقاربتان، مقاربة فرانس فانون الذي يقول بأنه الاحتلال يحتاج العنف، وبالتالي وظف الطرف الفلسطيني العنف في أكثر من مناسبة، وهو مستمر الآن وألحق خسائر كبيرة جدا بالاحتلال الإسرائيلي، في خسائر عينية مباشرة معروفة، وفي خسائر بالاقتصاد، وفي خسائر بالسمعة. وفي أيضا عنده مقاربة غاندي اللي هي المقاومة السلمية المدنية كما كان يجري في الشيخ جراح وكما يجري الآن في القدسية على شكل انتفاضة الحجارة، وهي أيضا لها قدرة على اختراق المجتمع الإسرائيلي وخلق نوع من الشرخ كما حصل في عام 87 إلى عام 93. هذه نقطة في غاية الأهم، يجب أن يولي الفلسطيني باله كثيرا أنه يجب أن لا تتوقف المقاومة، لأنه
لا يمكن إبقاء، يعني كمن يلعب تعرفوا في مجموعة فريق الكل يضرب بالكرة بالأعلى، يعني ما دام أنت تضرب الكرة بالأعلى لما توقف تنزل على الأرض. فعشان عملية السلام طلت مش عملية، عشان المقاومة تستمر يجب أن نبقي الركل بالكرة، أو كمن يسوق بسكليت عجلتين، يعني as long as you're paddling، يعني كل ما أنت تعمل بالبدلة تشتغل هو ماشي، لما توقف واحدة تروح. طبعا المطلوب هو البقاء، البقاء في سيكولوجيا المقاومة، لأنه أنا أفهم أيضا تغير موازين القوة ربما يقنع هذا الطرف أو ذاك الطرف بأنه والله خلينا إحنا يعني نعيد النظر. لا لا، المقاومة يجب أن تبقى لأنها تذكر الإسرائيلي بأنه محتل، لأن أيضا تخيف الإسرائيلي وتذكر المجتمع الدولي بأنه يتواطأ مع الاحتلال، وتذكر أيضا الأنظمة العربية اللي هي ما شاء الله عليها يعني بأنها مفصولة عن الشعوب، وأولوياتها في العمالة والارتهان للآخر لا تتواءم مع أولويات الشعوب في التحرر. الشيء الثاني اللي يمكن أن نستثمره في أنه في زخم خلقته هذه المقاومة هذه المرة، وهو يتعلق بالشارع الفلسطيني الذي يريد أن يكون موحدا. هذا هذا الشارع لم يعد يقبل بفكرة حماسستان وفتحستان، لم يعد هذا مقبولا بعد كل هذه التضحيات. هذا يريد أن يعني ينبغي أن يراد له، يعني يجب أن يراد له أن يترجم سياسيا على شكل إيجاد مؤسسات أو إحياء منظمة التحرير بصيغة مختلفة. لكن هذا الوضع بأن الذي يمتلك القوة على الفعل هو خارج إطار العملية السياسية، هنا نتحدث عن حماس، والذي لا يمتلك القدرة على الفعل هو الذي يقوم بالحديث نيابة عن الفلسطينيين والحديث مع الإسرائيليين والحديث مع الأمريكان. هذا أيضا لا يمكن إعادة النظر فيه إلا من خلال إجراء انتخابات. الذي يقف أمام الانتخابات يجب أن يذهب، أبو مازن، لأنه يخشى، لأن أبو مازن لا يمتلك الآن أي شرعية لا قانونية ولا ثورية. الذي يمتلك شرعية الشارع هي المقاومة، بصرف النظر من يمثل هذه المقاومة، هو حماس والجهاد الإسلامي ولا أي فصيل آخر، يعني ربما يكون ائتلاف بين هذه الفصائل. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الليلة، يعني وخليني بالهذا أختم بالشكر لكل الأحرار، كل الأردنيين الذين بيضوا وجوهنا في وقفتهم، هذه وقفاتهم المستمرة سواء الحدود أو حول السفارة في منطقة الرابية، والتي تذكر الإسرائيل بأن الأردنيين ليسوا أقلية إثنية يمكن أن تتفاهم مع اليمين الإسرائيلي ضد مكون آخر داخل المملكة أو مكون آخر داخل الإقليم. هناك نظرية عن بعض الأطراف اليمين الإسرائيلي تصف الشرق الأردنيين تحديدا بأنهم أقلية في المنطقة ومصالحهم تتماهى مع مصالح الصهاينة. الوقفة الأردنية، مرة ثانية، الوقفة الأردنية هي تثبت مرة تلو المرة، وهذا ليس جديدا، لأنه اللي حارب الإسرائيليين ببسالة هم الشرق الأردنيين عندما كانوا في 48، هم الذين حاربوا ببسالة في اللطرون وباب الواد وقوشعة صيون والشيخ جراح وقاطع نابلس، كله اللي حاربوا، الكتيبة الرابعة الكتيبة الثانية، هذول حاربوا شرق أردنيين، كانوا جايين نصرة لإخوانهم في فلسطين. هؤلاء الناس يتم تقديمهم وكأنهم أقلية، مش أقلية في الأردن، أقلية في المنطقة، وكأنه إحنا مثل دروز إسرائيل، أو يعني مثل بعض الأقليات الدينية الموجودة في لبنان اللي ممكن تتحالف مع إسرائيل، أو الأكراد أو جزء من الأكراد الذين تحالفوا مع إسرائيل. الأردنيون هم عرب، هم يعني أبطال، فبالتالي وقفتهم هاي بيضت وجوهنا، بيض الله وجههم جميعا، وسيستمر ونستمر معا في هذا النضال ضد المحتل. وهي أيضا تبعت برسالة واضحة للنظام الأردني بأنه ليس مكشوفا إن أراد المجابهة، بأنه يستطيع أن يتكئ إلى الشعب بصرف النظر عن الكلف إن أراد أن ينتصر هو للشعب ويقدم مصالح الناس ومصالح الوطن على حسابات الواقعية السياسية اللي ما جابت لنا إلا الخيبات، اللي ما جابت لنا إلا الهزائم، اللي استبطلنا فيها الدونية في التعامل مع الآخر على اعتبار أن الآخر لا يقهر، في حين أن الآخر يقهر وقهر بدل المرة مرات عديدة. منذ الاجتياح إسرائيل إلى لبنان لليوم لم تنتصر إسرائيل في أي مواجهة مسلحة.
لم تنتصر في أي مواجهة مسلحة، بدليل أن كل الترتيبات السياسية التي تأتي بعد ذلك ليست في مصلحة إسرائيل. في لبنان انسحبت من لبنان. المقاومة اللبنانية خلقت حركة النساء الأربعة الموجودة اللي ضغطت على إيهود براك ثم انسحب في عام 2000، انسحاب أحادي. مقاومة غزة دفعته أيضا إلى الانسحاب من غزة في عام 2005. لم تنتصر إسرائيل في أي مواجهة عسكرية، بالرغم من الجبروت الإسرائيلي وبالرغم من الهاي تك الموجود في والنو هاو الموجود عندهم، إلا أنه في واقع الأمر في ميزان الإرادة لا يميل إلى صالحهم. وهنا يجب أن نستبطن بأنه لدينا القدرة في الأردن وفي فلسطين وفي سوريا بعد ما إن شاء الله ترجع، وأنه يستطيع أن نقاوم، نستطيع أن نصمد أمام هذا الجبروت. لا يمكن يعني بعد كل هذا الوعي اللي صار عنا، لا يمكن ألا نستبطن هذه الفكرة. ومرة ثانية وأختم هنا، هناك ضرورة لاستعادة الوعي المبكر. يعني ما بصير واحد يصير عمره 30 سنة يتعلم عن القضية الفلسطينية، يصير جهد ذاتي. احنا جينا نتعلم بالمدارس والله. فبالتالي يعني على الحكومه الاردنيه، سواء حكومه اخونا بش القصاون او الذي ياتي بعديه، ان يولي هذه النقطه اهميه بالغه. يجب ان يكون المجتمع الاردني محصنا ايديولوجيا امام كل الدعايات، امام كل الاختراقات التي تاتي من تحليل هذا الوزير او تحليل رئيس الحكومه. هذا كلام فارغ يجب ان لا ينطلي، وهذا لا يمكن ان يكون الا اذا كان بالفعل في هناك تعليم نوعي فيما يتعلق بثقافه الصمود وثقافة المقاومة. نحن قادرون على ذلك. مرة ثانية يعني مبروك لكم النصر، مبروك للعرب، مبروك للفلسطينيين، مبروك لأحرار الأمة، مبروك لأحرار العالم. والخزي والعار للذين قبلوا أن يستكينوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.